الحمد لله رب العالمين. اتفضل بقى كلام تاني كابتن علاء. خلاص انا لو انا منك اختم خلاص. او استنى كابتن كابتن ناصر خليه يدخل. بقول لك ايه علاء، انا ما رضيتش اتكلم. هي جات لك لسه؟ انت كله تعارف تعارضات وسائل جديده، لما بتروح عند حد تاني ما بنشوفهاش هنا. مبروك كابتن علاء، فوز مهم ومستحق اكيد طبعا. ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا جدا. اختلف طبعا اداء الشوط الاول عن الثاني وده كان، بس عايز اقول لك حاجه، يمكن علشان نتيجه الشوط الاول 2-0 اللعيبه حست شويه بانها ماسكه زمام الامور والماتش تقريبا خلص يعني. وحاجه ثانيه، المنافس ما اداش اي مقاومه او حتى رد فعل في الشوط الثاني، فخلى الاداء وخلى الريتم على زي ما احنا شفنا كده، اللي هو الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي سيار الشوط الثاني مش اكتر من كده، وكان ممكن نجيبوا اهداف يعني. في فرصه كمان بتاعت شادي الاخيره خالص اللي عملها محمد مجدي، كان ممكن هدف، وكان هدف سهل على فكره. لكن خطوره المحله، مفيش خطوره للمحله النهارده، قضيت على كل خطوره للمحله. طريقه لعب المحله ما اتغيرتش الشوط الثاني برده، نفس الشكل ونفس الملعب مفتوح تماما. لكن الاداء الفني قل، وده بس هو طبيعي على طبيعي عشان 2-0 الشوط الاولاني. 2-0 بص يا ايمن، الشوط الثاني اللي خلى الاداء بتاع الشوط الثاني كده ردت فعل فريق المحل، مفيش اي حاجه ايجابيه. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي زي ما بقول لك انا 45 47 دقيقه بداوا يعني يخلصوا بس المباراه، وهم في كل الاوقات الكوره معاهم، هم استحواذهم اكتر، اللعب الفردي كله لغزل المحله، فكانت المباراه بقت سهله بعد الهدف الثاني في الشوط الاول، سهلت تماما يعني. أيوة. تهيلت تماما، حتى الكره اللي حصلت فيها بس خطا من الشناوي، كان عمرو سليمان موجود وغطى، حتى ما تحسش برضو ان هي كانت لعبه من لعب من فريق المحله، ومفيش خطوره يعني. لكن هم كان اهم حاجه النهارده ثلاث نقاط مهمين جدا، بعد ما بقيت الاول بعد مباراه اطلاع الجيش، كان مهم الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها المحله، في المحله زي ما اتكلمنا، احنا اتكلمنا لما بنتكلم قبل المباراه بنتكلم على شكل الفريق اللي هنلعبه في الملعب اللي بيلعب عليه، طريقه لعبهم، حالتهم ايه. فاحنا بنتكلم على اخر حاجه ليهم هم، اللي هيحصل النهارده واحنا ما نعرفش، لكن بنتكلم على اللي ممكن يعمله النادي الاهلي عشان يبقى هو اللي في المقدمه دايما. والنادي الاهلي عمل كده، هو اللي طمعان في المباراه، هو اللي منتشر كويس، هو اللي ضغط كويس، هو اللي الملعب انتشاره كان ممتاز في الشوط الاول، فواحد في جول في الثاني الموضوع بالنسبه له بقى اسهل من السهوله تماما. ماليش دعوه بقى لعيبه المحل النهارده حالتهم ايه، هما لعيبه غزل المحله حالتهم مش طبيعيه، لازم نتفق على كده، مش اللي هم كانوا قبل المباراه السابقه. لكن وجودك في الملعب انت والضغط اللي عامله وهدف الثاني خلاص خلص كل مقاومه بالنسبه. انت قلته قبل الماتش يا كابتن، احنا النادي الاهلي بالظبط، الفرقه هي اللي بتلعب علينا، مش احنا اللي بنلعب على الفرقه. انا قلتها لك، النادي الاهلي وده اللي حصل النهارده. النادي الاهلي عمره ما غير طريقته مهما كان، مهما كان المنافس، كل احترام لكل المنافسين، لكن مش النادي الاهلي غير طريقته. انت اللي دايما هتابع النادي الاهلي ومين هيلعب النهارده، وتفضل طول الاسبوع مين اللي هيلعب، طب هيلعب ازاي، طب لو لعب عادي، طب لعب مش عارف بلاله، لو لعب شريف، طب لو لعب انت بتعمل حساب لكل لعيب في النادي الاهلي. صحيح. على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. مظبوط. فده هو كل شغلك الشاغل طول الاسبوع، فانت مش مشغول بحاجه، انت كل همك ايمن كنادي الاهلي الحمد لله بتحضر لعيبتك كويس قوي، الطريقه اللي هتلعب بيها، انت يهمك دايما لعيبتك بتتمنى في الفورمه بتاعتك كويسه. مزبوط. تبدا دايما تاخد بدايه المباراه، هات اي مباراه لعبها النادي الاهلي ما خدش فيها البدايه وخسر او تعادل، استحاله. صح. لكن دايما بتحصل التعثرات امتى؟ لما البدايه تروح منك، زي ما كنا في طلائع الجيش كده اجمعنا كلنا هنا في الاستوديو ان انت بتديت بدايه بطيئه عشان كده راحت منك. لكن النهارده لا، بدي بدايه كويسه. صح. بدايه شرسه، بدايه هجوميه كويسه قوي، سيطرت على الملعب، هدف في الثاني، المباراه خلاص بقت بتاعتك تماما من الشوط الاول. الشوط الثاني لعبت، حتى قلت لك ممكن بعد الوقت كده كولر هيغير، اللي عايز يلعب، اللي عايز يجربه، اللي عايز يديله فرصه ثانيه. لكن المحله ما لقاش الحلول النهارده، المحله النهارده اللي خلاه كمان يائس او شوط ثاني، الحلول انعدمت تماما عنده. حتى بقول لك الغلطه، الهدف او الكره خطر مش منه هو ده يعني، كان مننا احنا. لكن كل التحية لعيبه النادي الاهلي النهارده، ثلاث نقاط مهمين مستحقين تماما. شوط اول كان هايل 2-0، انت قتلت المباراه تماما، وسيرت الشوط الثاني على حسب المجهود بتاعك في الاخر. زي ما بقول لك، رجعت ثلاث نقاط، جمهورك اللي كان حاضر الحمد لله رجع فرحان، طمنت على لعيبتك كلها مفيش اي اصابات، طمنت على اللعيبه اللي جايه، حتى علي معلول اديته المباراه كلها، دليل ان هو الحمد لله حالته بدنيه. ما كناش متوقعين كده، وكابتن شريف كان قال كده في الاول، لكن
حالته البدنيه ممتازه. صحيح. واللي خلى الحاله البدنيه ممتازه ايمن ان انت معاك الكره دايما. بس هو ذكي، علي ذكي، علي ذكي بص جدا لعيب الكره، طول ما هو بيستخدم دماغه كويس قوي في عز تعبه ما يبانش ان هو تعبان، لان هو بيعرف يصير الكره كويس قوي. لكن بدنيا علي واقف على رجله كويس طول ما انت بتهاجم وكده، انت ما عندكش مشكله. احنا امبارح هنرجع نتكلم على المغرب واسبانيا، امبارح الفريق المغربي عمل مجهود مش مضاعف، لا زاد كمان، لان هو دايما في حاله دفاع. طول ما انت بتجري ورا الكوره او بتدافع مجهودك بيزيد، طول ما انت بتهاجم الامور بتبقى هاديه. النهارده النادي الاهلي عمل العكس، النهارده النادي الاهلي الحمد لله كرة في رجله على طول بيهاجم، طول ما انت الكوره معاك انت ما بتبذلش مجهود كتير. وعلي من اللعيب ذكي، بيعرف امتى يقف بالكوره، امتى ياخد نفسه، امتى يوقف الكوره، يعني هو بيعرف يمشي المباراه على حسب حالته هو. لكن في كل الاحوال كابتن شريف او كابتن عادل اشاد بالموضوع ده، ان هو صمم ورجع طبعا ولعب مع النادي الاهلي، فكل التحية لعلي معلول، ومباراه ممتازه لعلي واديها لنهايه المباراه دي هو كويس. فمبروك لعيبه النادي الاهلي، 3 نقاط مهمين جدا جدا. صحيح. جدا كنت محتاجهم. احنا دايما بنقول لما بتاخد خطوه انت محتاج الخطوه الثانيه اللي تزقك شويه لقدام، فالحمد لله النهارده على 3 نقاط.